دلوقتي هنتكلم عن الاوبننج والسيفنج جوه فوتوشوب. في اكتر من طريقه ممكن توبن بيها فايل جوه فوتوشوب. اول واحده فيهم ان هي انه يكون ايكون تكليك عليه يكون موجود في مكان مثلا الديسكتوب او في مكان تاني، فتكليك عليه فيفتحه جوه فوتوشوب، او ان انت تفتح فوتوشوب وتروح تفتح الفايل بتاعك من قائمه فايل، تختار اوبن، تبتدي تختار الفايل بتاعك زي ما شايفين في انها منهم صمتميل كده صمتميلز. ادي الشغل اللي موجود عندي على الديسكتوب في شكل صور. لو انت ملاحظ في حاجات هو قادر يعبر عنها الويندوز نفسه او الاوبريتنج سيستم اللي انا شغال عليه قادر يعبر عنها كصمتميل، وانا لو عملت عليها كليك زي دي كده بيظهرها لي وبيقول لي الفايل سايز بتاعها، تمام. وفي حاجات تانية هو مش قادر يعبر عنها كثامب نيل، لكن لو عملت عليها كليك زي دي هيعبر لي عنها. الايكون اللي موجودة دي مكتوب عليها بي اس دي، بي اس دي هي فايل فورمات بتاعة ادوبي فوتوشوب. ادوبي بيعرف يتعامل مع الفايلات دي لان هو اللي عاملها. لو عملنا كليك على اي ملف من دول جوه فوتوشوب هيفتحه لنا. لو عملنا اوبن هنفتح الملف. الملف زي ما انتم شايفين اسمه رينبو 3 دوت بي اس دي، اتفقنا بي اس دي اللي هي الفايل فورمات بتاعه ادوبي. وبيقول لنا كمان في الويندو بتاعه الايمج بتاعتنا دي ان انا شايفه بنسبه 100% وان الفايل ده نوعه ار جي بي وانه 8 بت ار جي بي. طيب الكلام ده انت هتعرفه في المراحل الجايه، بس انت ممكن تحدد نوع الفايل بتاعك عن طريق الويندو بتاعه فوتوشوب، تمام. لو انا عملت اكزيت الفايل ده، انا لا عملت عليه لا تعديل ولا عملت فيه حاجه ولا غيرته، فهو افترض بدل ما فيش تعديل وما فيش تغيير يبقى اقدر امشيه من غير ما اطلع ورنج. طيب لو اخترت ملف جديد من قائمه اوبن برضو خليهم ثامبنيل برضو عشان نشوف، ونروح مثلا نختار كولوم ولا نختار ماستر بيس. اوكي هختار ماستر بيس. اوكي انا فتحت دلوقتي الايمج اللي اسمها ماستر بيس. هاخد السليكشن بتاعي عشان انا عايز اعمل تغيير صغير قوي، عايز اجي هنا على الايمج اعمل كده مثلا واعمل لها فيل باي كولوم. اوكي انا كده عملت تغيير للوحة دي. لو حاجة اعمل كليك هنا هيطلع لي الورنينج ده بيقول لي الاتي، انت عملت تغيير اسيف ولا لا؟ لو عايز تسيف قول له يس، لو مش عايز تسيف قول له نو. في حالة يس هيسيفها ويمشي، في حالة نو برضه هيسيفها مش هيسيفها وهيمشي. لو هتقول له كانسل هيسيبها لك زي ما هي. هنقول له نو. اوكي هو مشي من غير ما يسيفها. هنروح نفتحها تاني، المره دي هنفتحها من الريسنت. اوكي اتفتحت اهي من غير التعديل اللي كان جواها. طيب تعالوا نعمل نفس التعديل تاني. ادي السليكشن وادي الفيل كولر. اوكي وهقول له اكزيت تاني من هنا. لو دوست يس التغيير اللي انا عملته هيفضل مع الايمج. اوكي لو عملت يس التغيير هيفضل مع الايمج. لو قلت له كانسل هو هيسيبني عشان اكمل. لو قلت نو مش هيسيب التغيير وهيسقط الصوره. اوكي انا هقول له يس دلوقتي. اوكي هو دلوقتي سايب التغيير ومشيها من قدامي. هعمل لها فايل
من قائمه فايل، ممكن افتحها على طول من الريسنت لان دول اخر حاجه انا كنت موجود فيها. تمام، وانا دلوقتي هعمل حاجه ثانيه اسمها كلير ريسنت، يعني همسح اسامي الملفات دي، مش همسحهم فعلا، انا همسح اساميهم بس من هنا عشان ما يظهروليش في الريسنت. انا هعمل كلير ريسنت، ادي كلير ريسنت، هروح افتح تاني مفيش حاجه في الريسنت، هروح افتحهم من البراوزر اوبن ثامنيل عشان اشوفها، ادي الماستر بيس بتاعتي التغيير بتاعها اوكي. انا دلوقتي هعمل تغيير تاني، هروح اسلكت اللي انا عملته ده وهعمله ديليت. تمام، وهروح اسيب الكلام ده قبل ما امشي. اول حاجه انا هعمل دي سلكت كنترول دي على السلكشن بتاعي، او هشيل البوردر بتاعت السلكشن على الاصح. ودلوقتي انا هعمل سيفنج. سيفنج اول اختصار لكلمه سيفنج كنترول اس، ادي فايل قائمه فايل سيف كنترول اس، كنترول اس هيعمل لك سيفنج للكلام ده. تمام، انا هعمل كنترول سيف كنترول اس اوكي، هو سيفها لي بنفس التفاصيل دي اللي هي جي بي جي ار جي بي كولر البيت اوكي. طيب في اوبشن تاني ان انا سيبها بنوع تاني من الملفات، فايل سيف از. طيب سيف از الاسم هو الاسم بتاعك اوكي، لكن الفورمات كتير جدا ممكن تختار منهم الفورمات اللي انت عايزها. من الافضل ان انت تشتغل مع فوتوشوب ان انت تبتدي ملفاتك بي اس دي وتحافظ عليها كبي اس دي كسورس فايل بي اس دي، بغض النظر الصوره اللي انت هتعملها هتروح فين بعد كده، يعني بعد ما هتخلصها في فوتوشوب هتروح تطبع ولا هتروح تبقى ويب سايت. تمام، انت هتختار الكواليتي والتايب اللي انت هتحول له ملفاتك بعد كده، لكن الاهم من السورس بتاعك يفضل فوتوشوب بي اس دي. ليه؟ علشان الملف البي اس دي بيقدر يشيل انواع كتير من الداتا التانية جوه الملف، يعني لايرز شانل بليندنج مود، حاجات كتير قوي بتتغير. لو انت حافظت على الملف البي اس دي بتاعك او القصد بتاعك هتقدر في اي وقت تفتح القصد تعدله وبعد كده تعمله ريبروديوسنج او تنتجه مره ثانيه في الشكل اللي انت عايزه. دلوقتي انا هختار ان انا اخليه بي اس دي. تمام، وزي ما انتم شايفين بمجرد ما عملت بي اس دي الملفات البي اس دي اللي عندي على الديسك توب ظهروا، فانا هعمل سيفنج، هعمل سيف، اكليك وسيف اوكي. زي ما انتم شايفين الجديده بقى اسمها ايه؟ ماستر بيس دوت بي اس دي. تمام، وكده انا ممكن ابتدي التعديل بشكل تاني، ان انا اضيف ليز، ان انا اضيف شانس، ان انا اعمل اللي انا عايزه، لان دي بقت بي اس دي. تمام، دلوقتي هنقفل الملف ده. هو دلوقتي افترض ان احنا اخر تعديل كنا عاملينه ان احنا عملنا سيفي، يبقى مفيش تعديل تاني هنعمله. طيب دلوقتي انا لو عايز ابتدي ملف من الصفر، ابتدي ملف من الصفر، تعالوا نشوف الدرس الجاي هبتدي ملف من الصفر ازاي. اشوفك الدرس الجاي.